السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إن شاء الله مي أدري. هكلمكم عن chest pain في الإمرجنسي. شكوى chest pain common جدا، ونادرا يعني لما تقف في الاستقبال وما يعديش عليك حالة جاية تشتكي من chest pain. أسباب chest pain بتنقسم لحاجتين، يا إما cardiac يا إما non cardiac. وليه حطينا cardiac في كاتيجوري لوحدها لأهميتها؟ لأن دي بتتحط on top of the list. يعني لو حد جاي لي يشتكي ب chest pain، لازم اكسكلود الاكيوت كورونري سيندروم اللي هو الكارديكوزس، ولازم اكسكلود الابورتيك دايسكشن، واكسكلود البالمونري امبوليزم والتنشن نيموثوركس. هنتكلم عن كل حاجه من دي ما تقلقوش بالتفصيل، بس الفكره ان انا باكسكلود الحاجه اللي ممكن تموته، تمام؟ وبعدين بقى نبدا نفكر في الحاجات التانيه الخفيفه، تمام؟ طيب فاحنا لو حطينا ديفرنشال دايجنوزس للتشست بين، عندنا كارديكوزس زي الاكيوت كورونري سيندروم والنون اكيوت كورونري سيندروم، يعني الاثنين دول كارديك بس واحده ريليتد للكورونريز وواحده نون ريليتد للكورونري زي الاورتيك دايسكشن والبريكارديتس، وهنتكلم عنهم بالتفصيل برضه. النون كارديك بقى ممكن يكون مشكله في اللنج، البالمونري كوزز زي الاكيوت بالمونري امبليزم، امبليز جت سدت واحد من المين بالمونري فيسلز عملت لنا سيفير تشست بين، او تنشن نيموثوركس او بلوريسي انفلاميشن في البلوره، تمام؟ الاسباب بقى الخفيفه اللي ممكن ما نقلقش منها قوي زي dissecting aortic aneurysm. هو مش aortic dissection severe، لا هو small tear كده، وال GIT causes زي الاسوفيجيال rupture والcholecystitis، تمام؟ طيب زي ما قلنا انه ال chest pain شكوى common ونادرا لما تقف في الاستقبال ما تلاقيش حد بيجي يشتكي من chest pain. فلو شفنا كده الابيديميولوجي بتاعها، 8 مليون بيروحوا الاستقبال سنويا، تمام؟ 5 مليون بيتحجزوا في المستشفى، 2.5 مليون منهم بيكون سببهم acute coronary syndrome، 1.1 مليون سببه acute myocardial infarction، 1.8 مليون سببه ال unstable angina، تمام؟ و300 ألف بيموتوا due to complications. مش علينا حفظ أرقام، دي كلها epidemiologists، بس الفكرة إن أنت تبقى فاهم إنه البردن عالي، انه ما تستهنش بحد جايلك بتشست بين. بمعنى اخر، ان لو حد جايلك بتشست بين ما تقولش ده بيتدلع وتروح ممشيه، لازم تطمن ان هو ما عندوش الحاجات الخطيره اللي ممكن تموت، تمام؟ طيب عندنا بقى، هنبدا في الفيديو ده هنتكلم عن الكارديك كوز في تشست بين اللي هما الاكيوت كورونري سيندروم، والفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن النون كارديك كوزز عشان الفيديو ما يطولش مننا. بالنسبه للكارديك كوزز اللي هي الاكيوت كورونري سيندروم، يعني مشكله في الكورونريز، ممكن يكون احنا خدناها قبل كده في الكارديولوجي، ممكن يكون جاي لي بيستمي، يعني اس تي سيجمنت اليفيشن من الكارديان انفاركشن، يعني في حته من القلب ماتت فانا شفتها على الاي سي جي في شكل اس تي سيجمنت اليفيشن، ونشوفها كمان شويه في الاي سي جي. او نون استمي، يعني ايه؟ يعني اس تي سيجمنت اليفيشن، نون اس تي سيجمنت اليفيشن من الكارديان انفاركشن، يعني ايه؟ يعني هو عنده الاعراض اللي تقول لي ان هو عنده مشكله في القلب، او عنده التيبيكال مثلا عندي بين بيزيد مع الاكسرسايز وبيقل مع الريست، او لما بياخد سابلينج والنيتريت، بس في الاي سي جي مفيش اس تي سيجمنت اليفيشن. ممكن يكون في اس تي سيجمنت تشينجز بس مش اليفيشن، ممكن يكون في ديبريشن، ممكن يكون في تي ويف ديبريشن، بس مفيش اس تي سيجمنت اليفيشن، فدي مش بنقول عليها ستيمي، بنقول عليها نون ستيمي، تمام؟ النون ستيمي بتتقسم ل unstable angina و non STEMI اللي هو ال non ST segment elevation myocardial infarction. تعالوا كده واحدة واحدة نفهم الفرق ما بينهم. تعالوا هنا بس في صورة أنا كنت جايباها، هي دي مش موجودة في الباوربوينت بس نلاقيها يعني هتفهمنا أحسن. بصوا كده، اللي في الأول خالص ده مش تبعنا أصلا، ده مش تبع الأكيد كورونري سيندروم، دي ستيبل أنجينا عادية خالص. هنا عندنا دي ثرومبس، يعني هنا دي الثرومبس دي عاملة ناروينج في الفاسل كورونري فاسل اللي بيغذي الهارت، فبالتالي لما بيجي يعمل اكسرسايز، لما بيجي يزود المجهود بتاعه، القلب بيحتاج كميه اكبر من الدم، والكورونريز فيها حاجه سداها، فهي مش عارفه تدايليت ومش عارفه توصل كميه اكبر من الدم، فبيحس بتشست بين. اول ما يرتاح ايه اللي بيحصل؟ اول ما بيرتاح يعني يبطل اكسرسايز، الدم بيرجع يغذي القلب بالريت الطبيعي اللي هو متعود عليه، والبين بيروح، تمام؟ فهنا عندنا لو دي عضله القلب، هو كده دي الحته اللي تحت من الفنتركلز وده السيبتم، فهنا بيقول لي ان هنا ما فيش اي انفاركشن، على عكس مثلا الحته دي فيها الحته الحمراء دي، يعني كده في انفاركشن. ولما يجي نعمل للشخص اللي عنده ستيبل انجينا، هنلاقي الاي سي جي بتاعه ايه؟ نورمال تماما، ما فيش اي اس تي سيجمنت ابنورماليتيز، ولا في تي ويف تشينجز، ولا اي حاجه. فازاي شخص ستيبل انجينا؟ بالتيبيكال هيستوري اللي هو جاي لي بيشتكي ان هو لما بيزيد الديماند بتاع الهارت، يعني بيعمل اكسرسايز، بيعمل مجهود زياده عن الطبيعي، بيحس بتعب، اول ما بيرتاح التعب ده بيروح، دي ستيبل انجينا، تمام؟ طيب
عايزين بس قبل ما نكمل نعرف انه الباثوفيسيولوجي بتاع، كانت تحت هنا اهي، الباثوفيسيولوجي بتاع الاكيوت كورونري سيندرومز او مشاكل القلب عامه، ان في ترومبس اتكونت فين؟ في الكورونريز. لو هي ستيبل اندينا، يعني ايه ستيبل؟ يعني الوجع التيبيكال اللي هو بيجي مع الاكسرسايز وبيخف مع الريست، يبقى دي ستيبل، يبقى الثرومبس ثابته في مكانها زي المنظر ده كده، يعني مفيش فيشرنج في الانتما. المفروض ده الفيسل وول، ودي الميديا، وده اليومن، وهنا دي الانتما بتاعت الفيسل وول. هنا الانتما انتاكت، فبالتالي الثرومبس قاعده في مكانها طيبه، مش عامله اي مشاكل، غير ان هي بس مضايقه اليومن شويه. اما لو جينا هنا بقى، هنا دي الانتما بتاعت الفيسل وول بتاعت الكورونريز، وهنا دي ثرومبس، حصل فيشرنج في الانتما. فالفيشرنج ده هيعمل ايه؟ هيطلع قطع من الثرومبس دي، وهتخليها تعمل كومبليت اوكلوجن للكورونريز. تمام، فده الفرق ما بين الستيبل والانستيبل او الاكيد كورونري سيندروم، اللي هما الثلاثه اللي هنتكلم عنهم دلوقتي. فنفهم بس الباثوفيسيولوجي ان حصل فيشر بليك، للبليك اللي هي موجوده تحت الانتما دي حصل لها فيشرنج. تمام، ودي لما بنشوفها في الاوتوبسي لما نيجي نشرح مثلا، ودي ايه؟ دي تحت الميكروسكوب، هنا في ايه؟ في بليك. تمام، يبقى كده فهمنا الباثوفيسيولوجي، واخدنا في الباثولوجي قبل كده، الموضوع سهل عليه. طيب نرجع لكلامنا تاني، يبقى احنا كده قلنا ايه؟ قلنا الستيبل انجاينا ان مفيش فيشرنج، ان هي ستيبل، الثرومبس قاعده في مكانها طيبه، مش عامله اي مشاكل. طب بالنسبه للستيبل انجاينا، لا، هنا الثرومبس اللي موجوده في الكورونريز دي حصل لها ايه؟ حصل لها فيشرنج، فعملت لي بارشال اوكلوجن، تقريبا بيقولوا 90% اوكلوجن للكورونريز، بس ستيل في حته صغيره، اللي هي الحته دي اللي انا ماشي عليها بالسهم دي، حته صغيره يقدر يعدي منها القلب لعضله المصل، الدم لعضله القلب. تمام؟ تمام، فدي الانستيبل انجينا. البين بتاعها بيختلف ازاي؟ هو بيقول لي يعني البيشنت بتاع الستيبل انجينا كان بيقول لي ان انا مثلا لما بطلع لحد الدور الرابع بتعب، ولما برتاح خلاص بقعد شويه برتاح. تمام، طب لما بيفضل ايه الموضوع ده مستمر بشكل كونستانت، يعني ايه كل يوم بطلع الدور الرابع؟ اما هنا بقى في الانستيبل انجينا، لا، بيقول لي انا زمان كنت بطلع الدور الرابع كويس جدا، يعني بتعب شويه، اه تمام، بس عند التالت ما بتعبش، عند التاني ما بتعبش، بس دلوقتي لما بطلع الدور التالت او الدور التاني بحس بتعب مهجان. فكده البين بيحصل له بروجريشن، او ممكن كمان يحصل اكريست، يقول لي وانا قاعد كده بحس بمهجان. فالانستيبل انجينا بتختلف عن الستيبل ايه؟ في حالات البروجريشن لوصف البين، يعني هو كان بيتعب من حاجه صغيره، الستيبل انجينا كان بيتعب من حاجه ثابته، هنا بقى الانستيبل انجينا الحاجه الثابته دي بدات تقل تقل تقل، ما بقاش يقدر مثلا يطلع الدور الرابع، بقى بيتعب عند الثالث وبيطلع عند الثاني. تمام، الانستيبل انجينا دول لو عملنا لهم الاي سي جي ممكن نلاقيه نورمال عادي، ممكن نلاقي فيه اس تي سيجمنت changes، زي مثلا depression، ممكن نلاقي T wave inversion. تمام، زي ما قلنا فوق، احنا قلنا فوق انه احنا عندنا ال non ST segment elevation، ممكن تكون non STEMI، يعني في MI، يعني في myocardial infarction، بس ما فيش ST segment elevation، او unstable angina، ما فيش myocardial infarction اصلا. تمام، بس الفكرة ان ال pain progressive. التروبونين او الكارديك ماركرز لما نيجي نعملها نلاقيها نورمال. ليه؟ لان التروبونين دي بتعبر على ان في ديد تيشو او ديد سيلز في الهارت، هنا مفيش، هنا تمام الحمد لله، بس الفكره ان الدم اللي وصل بدا يقل 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 للقلب. تمام، طب النون ستيمي ده تاني واحده من النون اس تي سيجمنت اليفيشن، بس في الحاله دي بقى ايه حصل؟ ام اي. تمام، فاحنا هنلاقي هنا ايه؟ الام اي مايوكارديال انفاركشن، هنلاقي حته المفروض حته في القلب هنا ماتت، بس مش ترانس نيورال، ايه سب اندوكارديال. ليه؟ ان الحته دي يعني اكتر حته بتحتاج اكسجين، واكتر حته بتتغذى بالدم اللي واصل، فهنا الدم لما يقل اللي هيحصل الحته دي هتموت، بس باقي الجزء بتاع العضله لسه ما ماتش. تمام، فتلاقي اللون الاحمر كده، لو قربنا شويه من زومينج، احنا مش هنعمل زوميت هنا، اللون الاحمر اهو موجود في حته صغيره من عضله القلب، دي اسمها نون ستيمي. ليه سميناها نون ستيمي؟ زي ما قلنا ان احنا لما نشوف على الاي سي جي هنلاقي الاي سي جي يا اما نورمال، يا اما اس تي سيجمنت ديبريشن، او تي ويف انفيرجن، بس مش هنلاقي اس تي سيجمنت اليفيشن. طب ما هي دي يفرقها ايه عن اللي قبلها، ويفرقها ايه عن اللي قبلها؟ طب كده في نورمال
اي سي جي هنا، وهنا في نورمال اي سي جي، وهنا في نورمال اي سي جي، يفرقها تروبونين. هنا في حته حصل لها انفكشن، فبالتالي هلاقي تروبونين اليفيتد، تمام. اما في الاستيمي بقى لا، دي خلاص هنا عضله القلب ما مش وصل لها دم خالص، فيحصل ترانسميورال انفاركشن على طول الوول بتاع عضله القلب، هيحصل انفاركشن. وفي الحاله دي الاي سي جي لازم نلاقي اس تي سيجمنت اليفيشن او هايبر اكيوتي ويف. دي هايبر اكيوتي ويف، بصوا تي ويف طالعه فوق ازاي، او اس تي سيجمنت اليفيشن، تمام. وبرده كارديك تربونين هتبقى اليفيتد. فكده ازاي نفرق ما بين كل واحده والتانيه؟ الستيبل الهيستوري بتاعنا والاي سي جي هيبقى نورمال والتروبونين هيبقوا نورمال. الانستيبل هيستوري بيقول لي البين بروجريسيف، ممكن الاي سي جي يبقى نورمال ممكن، بس الهيستوري بيديني كلو على ان دي انستيبل، لان البين بروجريسيف وتروبونين نورمال. النون استيمي لا، هنا لازم نلاقي تروبونين عالي بالرغم ان ممكن يكون الاي سي جي نورمال. والاستيمي هنا هنلاقي الاس تي سيجمنت اليفيشن باينه من اسمها. وفي الحاله دي اصلا في حالات الاستيمي مش بنحتاج ان احنا نعمل تروبونين، بمعنى ان انا لو عملت اي سي جي جنب البيت سايد اي سي جي جنب سرير العيان ولقيت اس تي سيجمنت اليفيشن، على طول على طول immediate intervention لازم نعمل بي سي اي percutaneous coronary intervention. ما ينفعش بقى اقول لا طب ما اعمل تروبونين، هتعمله ليه؟ ما هو تروبونين بيتعمل لو انا عندي نورمال اي سي جي او ما عنديش اس تي سيجمنت اليفيشن. انا مجرد ما لقيت اس تي سيجمنت اليفيشن على الاي سي جي خلاص تسليمي وش، ولازم ايه immediate intervention، تمام. يبقى ده اللي احنا قلنا عليه. احنا اول حاجه البيشن هيجي لنا الادميشن بالشكوى بتاعته، هنتكلم عن الاثنين دلوقتي. فانا سسبكتد ان هو تشست، هو قال لي ان هو عنده تشست بين، فسسبكتد ان هو اكيد كورونري سيندروم. عملت الاي سي جي لقيت اس تي سيجمنت اليفيشن اللي هو الستيمي، خلاص ده ستيمي وش من غير ما اعمل بايوكيمستري ولا تروبونين. لقيت اس تي سيجمنت او تي ويف ابنورماليتيز بس ما فيهمش اس تي سيجمنت اليفيشن، هعمل التروبونين. والله لو عاليه يعني لو في مش نورمال، لو عاليه يبقى دي نون ستيمي. لو نورمال يعني لو الاي سي جي نورمال او في تغيرات بس برضه ما فيهاش اس تي سيجمنت اليفيشن وتروبونين نورمال، يبقى دي انستيبل انجاين. تمام، الصوره اللي تحت اعتقد فهمتكم اكتر، ممكن تذاكروا منها. فاحنا قلنا هنا ان الاستيمي از دايجنوزد بالاي سي جي، نو نيد فور كارديك انزيمز، نيد ايميديت ريبرفيوجن، تمام. طيب ودي صورة برضو نفس الكلام اللي احنا قلناه. الانجينا بيكتريس اللي احنا اخدناها قبل كده، وهي عبارة عن chest pain، دي وصف الكرونيك ستيبل انجينا، اللي هو البيشنت يجي يقول لي لما بعمل مجهود بحس بديب البين، بيكون ديب كومبريسنج هيفنس، فيه تقل اللي كده، وبيكون بور لوكالايز، ممكن يحسه في الشست، ممكن يحسه في الارم، عاده يعني بيريفير للليفت ارم، ممكن للليتل فينجر، للرايت ارم، للنيك، لللور جو، ممكن اصلا يجي بالبين في الريفيرال سايت بس مش هيجي بالبين في الشست، ممكن، تمام. اللي بيزودوا الفيزيكال اكسرسايز او الايموشنال ستريس، اي حاجه زود الستريس على الهارت، واللي بيقللوا ان هو يرتاح او ياخد سابلينجو نيتريت، تمام. طيب هنا بيقول لك ان يونيفرسال ديفينيشن اوف مايكارديال انفاركشن، يعني ازاي نقول ان احنا عندنا ام اي، لازم يكون عندنا طبعا 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 تشينج اليفيشن في الكارديك بايو ماركرز اللي هم تروبونين، تمام. تروبونين لازم يكون عالي، لان الكارديك ماسلز لما او الكارديك سيلز لما بتموت بتطلع انزيمز اللي جواها هي تروبونين، تمام. with evidence of myocardial ischemia، لازم يكون عندي ال evidence for myocardial ischemia، سواء مثلا انا شفته على ال ECG او جاي لي بالاعراض، ومعاه واحده من دول ال symptoms of ischemia قلنا ال chest pain، و لقيت على ال ECG ST segment او T wave changes، او لقيت left bundle branch block. طب ايه علاقه ال left bundle branch block بال ischemia؟ مش احنا عارفين انه، بص هوريكم left bundle branch block دي عامله ازاي، عشان بس ايه نخلص من الجزء ده. بصوا هنا معلش بلفكم معايا بس عشان نخلص بسرعة ونكون قلنا كل حاجة في المحاضرة. هنا ايه ايه، بصوا يا جماعة هنا عندنا ده اي سي جي، تمام. لو جينا شفنا هنا كده هنلاقي في ايه، في اس تي سيجمنت اليفيشن، في في 6 وفي في 5 وفي 4، تمام. طيب وعندنا واي كيو ار اس كومبلكس، لو حد شاف محاضرة الاي تي جي هيعرف انه الليفت باندل برانش بلوك بنشخصه عن طريق ايه؟ ان انا الاقي ال QRS complex wide اكتر من مربعين لثلاث مربعات، تمام؟ طب هو يعني حاجه كده للفهم، هو مش موجود في المحاضره بس للفهم، ليه left bundle branch block considered ischemia؟ لانه ال left bundle branch block احنا قلنا بيعبر عنه ايه؟ ال wide QRS complex، وال QRS complex ده بتاع ايه؟ بتاع ال ventricular depolarization او ventricular contraction. فلما ال ventricular contraction يكون ineffective، فايه اللي هيحصل؟ هيبقى prolonged، صح؟
فالبرولونجد فينتريكل كونتراكشن هشوفها الاي سي جي في شكل ايه؟ كيو ار اس كومبلكس بالظبط. فانا عندي حته في الفنتريكل ماتت، ففي ان افكتيف فينتريكل كونتراكشن، فهيعمل لي على الاي سي جي prolonged QRS complex أو Y QRS complex، فأنا شخصتها left bonded branch block. فيقول لي لما يكون عندي في الـ ECG left bonded branch block I consider it as ST segment elevation myocardial infarction. تمام، يا رب تكون النقطة دي وصلت. هي مش كده بس لو حابين تفهموا يعني. طيب ماشي، يبقى احنا كده قلنا الكريتيريا اللي هنشخص بيها الـ MI. قلنا أول حاجة إن هو جاي لي بـ elevation في الـ cardiac باي ماركر زي التروبونين، ويكون عندي ايفيدنس في مايكوريا سكيميا وحاجه من دي سيمبتومز وسكيميا، وقلنا التشينج اللي بتحصل في الاي سي جي، وحاجه اسمها باثولوجيكال كيو ويف. معلش برضو هي مش في الكتاب بس عشان ما تبقوش بتقروا حاجه مش فاهمينها. يعني ايه باثولوجيكال كيو ويف؟ لو جينا نشوفها هنا كده، بصوا دي الباثولوجيكال كيو ويف، شايفين هنا ده تي، لو مركزين مع البوينتر هنا ده البي، وبعدين كيو ار اس كومبلكس، وبعدين اس تي سيجمنت، وبعدين البي. بصوا هنا الكيو ويف نازله تحت قوي، فهي هي اصلا الكيو ويف دي بوينت بتعبر عن الالكتريكال سايلنت ارياس، يعني الارياس السايلنت اللي موجوده في الهارت اللي موجوده في الفنتركل. يعني ايه سايلنت؟ يعني مش بيحصل فيها كونتراكشن. تمام، فالحته اللي مش بيحصل فيها كونتراكشن معنى كده ان فيها انفاركشن، فمعنى كده ان الحته دي فيها انفاركشن. تمام، حتى لو جينا نقارنها بالنورمال، الكيو ويف هنا دي نورمال، شايفين صغيره صغير اقل من مربع حتى، اما هنا الباثولوجيكال هنا نازله خالص يعني كبيره. تمام، فالباثولوجيكال كيو ويف هنا المفروض ده كيو ار اس كومبلكس، فالكيو ويف بتكون ايه مور ديبرست عن النورمال كيو ويف. اعرفوها لنفسكم وخلاص، مثلا لو شفت انا في المنظر في الاي سي جي المنظر ده معنى كده ان دي باثولوجيكال كيو ويف. تمام، طيب ايه كمان؟ imaging evidence of new or presumed new loss of viable myocardial or regional wall motion abnormality. دي انتوا قريتوها قبل كده في كتاب الكارديو، ان يكون عندنا regional wall motion abnormality. زي ليه؟ لان الحته دي انفاركت فبالتالي مش قادر تكونتراكت. لو شفنا لها فيديو كده في السريع، دي regional wall اهي، بصوا هنا، بص ده الهارت بالايكو. تمام، الحته دي فيها ديسكاينيز، يعني ايه؟ يعني بتتحرك بس خفيف قوي، يعني عكس باقي الهارت. وفي حته هنا ما بتتحركش خالص، هايبوكينيزيا، دي ما بتتحركش خالص، دي ديسكاينيزيا، ودي بتتحرك على خفيف هايبوكينيزيا. تمام، فهنا دي اسمها ريجنال وول موشن ابنورماليتي. تمام، طيب خلصنا كده دي. واخيرا ممكن نعمل انتر، نشوف انترا كرونري ثرومبس. لو عملنا انجيو بالمنظر ده هنلاقي، بصوا لو شايفين دي كرونريز، وهنا في كده ايه حته سودا في النص، يبقى دي ثرومبس. او لو حد مات يعني وعايزين نشوف سبب الوفاه بيبقى بالاوتوبسي. تمام، فدي الحاجات اللي انا اشخص بيها الام اي. طب هتقولوا لي، طب ما احنا قلنا لو لقينا تروبونين عالي يبقى معنى كده ان في مايكارديا، يبقى في انفوكشن في الكارديك سيلز، ليه ما قلناش الوجود التروبونين بس ان هو يشخص لي الام اي؟ لان التروبونين ممكن يكون عالي في حاجات كتير، زي مثلا يعني هنا اهي، ماشي انا عماله الف في الفايل بس ايه عشان يبقى الموضوع متربط شويه. زي هنا مثلا اهي التروبونين بيبقى عالي في حاجات كتير، زي مثلا منها الكارديك كونتيوجن، منها الكرونيك او الاكيوت رينال ديسفانكشن، لان الكدني مش قادر تخرج التروبونين، فهيحصل له ايه؟ هيفضل في الجسم فهيعلى. بس مش معنى كده ان انا عندي ايه مشكله في الهارت، ممكن يكون كونجستيف هارت فيلير، مش ام اي، هايبرتنسيف كرايسيس، تاكي او برادي اريزميا، بالمونري امبوليزم، واسباب تانية كتير مش علينا حفظ. مثلا منها الرابدوماياليسيس، الكريتيكالي او بيشنت بالذات اللي عندهم ريسبيراتوري فيلير او عندهم سبسس، الناس اللي في بيرن دراج توكسيستي. مش مهم، مش لازم تحفظه، بس المهم تعرفوا ان التروبونين مش سبيسيفيك للام اي، لازم يكون معاه شويه حاجات تانية زي الهيستوري، زي الاي سي جي، زي ان انا عملت انجيو عشان اقدر اشخص ان هو عنده ايه ام اي. تمام، طيب نرجع بقى لكلامنا. معلش، تمام كده خلصنا دي. تمام، ننزل بقى اللي بعدها اللي هو ايه، البيشنتس with acute coronary syndrome. دي بقى اللي هم ايه، اللي هم الانستيبل انجينا وال non ST segment elevation myocardial infarction وال ST segment elevation myocardial infarction، نفس الأعراض اللي جاي بيها stable angina، بس الفرق إيه؟ إن ال episodes more severe و prolonged. يعني الحبة اللي بيجيله فيهم pain مش زي المرة اللي في المرات اللي قبل كده، اللي هيقول لك ال pain بيبقى prolonged و precipitated by less exertion عن عن زمان، يعني يقول لك إن أنا بتعب من أقل مجهود. تمام، فدي تعتبر signs of instability، بشك إن هو عنده acute coronary syndrome. وكلمنا عن الباثوفيسيولوجي،
تمام. وكلينيكال بريزنتيشن هنقول لها تشست بين وديسنيا وابيجاستريك بين. ونقطه مهمه جدا جدا جدا، لو جاي لك حد بيشتكي من ابيجاستريك بين ما تقولش ان هو عنده شويه وجع بطن، ما تقولش ان هو عنده جاسترايتس، بالذات لو فوق سن ال 50 سنه، عنده دايابيتس، هايبرتنشن، ديسليبيديميا، فاميلي هيستوري اوف اكيد كورونري سيندروم، حد في عيلته مات بسبب كورونري ديسفانكشن، فلازم اسسبكت اكيد كورونري سيندروم انتل بروف اذروايز. ما ينفعش امشيه حتى لو حتى صغير برضه، يعني الاكيد كورونري سيندروم حاليا يعني للاسف منتشرة ما بين الشباب برضه، فاي حد جالك بجاستريك بين اعمل له اس جي، مش هتخسر حاجه يعني، لو طلعت استيمي يبقى انقذت حياته. تمام. طيب ماشي. ريسك فاكتورز احنا عارفينها، الموديفايبل والنون موديفايبل، اللي بت ريسك فاكتورز يعني اللي بتبريدسبوز ان هو يتولي لي ثرومبس في كورونريس. الموديفايبل الاكل، السوفات والصوت والهايبرتنشن والسموكينج، دايابيتس، فيزيكال اكتيفيتي والاوبيزيتي. النون موديفايبل الايج والجندر والفاميلي هيستوري. تمام. الريسك سكورز الدكتور الحمد لله قالت ان هو مش علينا حبس، يعني مش هيقول لك مثلا هيديك شويه اعراض وبعدين يقول لك احسب لي الريسك سكور كام. الحمد لله يعني هي دكتوره على لسانها هي قالت كده، بس نعرف بس الاسامي. يعني مثلا عندنا اول ريسك سكور اسمه هارت سكور فور تشست بين بيشنتس، نعرف بس ان كل حرف منه بيعبر عن ايه. الهارت مثلا اتش هيستوري، الاي اي سي جي، الاي الايج، الار الريسك فاكتور، والتي تروبونين. تمام. اما التفاصيل دي بقى مش لازم نحفظها. تمام. ممكن نعرف اسم واحد تاني من الريسك سكور اللي هو جريس، ده برضو بيأسس الريسك سكور للناس اللي عندهم اكيد كورونري سيندروم. ممكن كمان نعرف مين التي اي ام اي، برضو نعرفهم كاسم وخلاص، بس الدكتوره قالت ما عندناش اي تفاصيل حتى هي ما شرحتهمش. تمام. طيب لو حد جاي لي بتشست بين المفروض ان انا انفستيجيت ازاي؟ تشست بين فانا شكيت في اكيوت ميكوري انفاركشن على طول اي سي دي، والاي سي دي لازم يتعمل في خلال 10 دقائق، مش اقل من كده، مش اكتر من كده. يعني مجرد ما هو ادمتد للاستقبال الاي ار لازم في خلال 10 دقائق يكون معايا ورقه الاي سي جي. تمام. انا كده متعطلين كمان الكارديك ماركرز واهمهم تروبوني زي ما قلنا، والليبيد بروفايل والايكو، ونعمل الايكو عشان نشوف الوشن وول، الوشن الموشن وول ابنورماليتيز، سوري الموشن وول ابنورماليتيز، ونعمل مالتي سلايس سي تي وكورونري انجي عشان نشوف لو في لو في ثرومبس في كورونريز ولا لا. وقلنا دي اسباب ان التروبونين يبقى عالي في حالات نون اكيوت كورونري سيندروم، يعني هو عالي مش سببه الهارت وبس. تمام. احنا كده عملنا ايه الانفستيجيشن. بالنسبه بقى للميجرمنتس للثيرابيوتيك ميجرز، هو اختصروها في كلمه منى، الام هندي مورفين لان هو جاي لك جاست بين فلازم تديله حاجه تسكن البين لو سيفير، الاو الاكسجين لازم تدي له اكسجين، والان نايتريت سابلينجر نايتريت ممكن ايه يدايليت الكورونريز، بس بشرط ان البلاد بريشر يكون مش اقل من 90. تمام. فالنايتريت لازم ناخد بالنا من سيستوليك بلاد بريشر مش اقل من 90، وندي ايه الاسبرين. الاسبرين كنوع من هو يساعد في انه الجلطه ما تحصلهاش بروجريشن. تمام. فمونا مورفين اكسجين نايتريت اسبرين. تمام. طيب في جزء كده هو ده متعاد تاني قدام، فهو بصوا ده زي اللي تحت ده، فهنشرح اللي تحت لان الدكتوره شرحت عليه ده. هو ده انا لو جاي لي حد وانا سسبكتد ان هو ستيمي، خلاص سسبكتد ازاي، عملت له اي سي جي لقيت اس تي سيجمنت اليفيشن، عملت له خلاص مش هعمل كارديك انزايم. خلاص يا جماعه في ايه، هو طالما عملت اي سي جي ولقيت اس سيجمنت اليفيشن خلاص ده كده اتشخص بايه، بالستيمي بالهيستوري اللي جاي بيه، مش هحتاج ان انا اعمل تروبون. تمام. طيب انا لو وديته مستشفى فيها، احنا قلنا الستيمي ده محتاج ايه، محتاج immediate intervention، فانا لو وديته مستشفى فيها البي سي اي اللي هو percutaneous coronary intervention شغالين 24 ساعه في الاسبوع، يبقى ده هنعمله primary بي سي اي والحمد لله، يبقى كده حظه حلو واتلحق في مستشفى فيها الفاسيلتيز اللي تنقذه. اما بقى لو هو مثلا في الامبولانس في الاسعاف، او راح مستشفى ما فيهاش فاسيلتي ان هو يتعمل له بي سي اي، فده هنعمل ايه، هنشوف اقرب مستشفى لينا هل تبعد عننا، يعني مثلا لو هو في مركز في الصحه او ان كان بقى في اي مركز، في الدكتور قاعد في الوحده الصحيه بتاعته وجاله بيشنت بستيمي، هو ما عندوش الفاسيلتي ان هو يعمل له بي سي اي، فهيعمل ايه بقى، هيشوف اقرب مستشفى ليه فيها الفاسيلتي دي بتعمل البي سي اي هل تبعد عنه بساعتين ولا اكتر. لو بتبعد عنه بأقل من ساعتين، يعني ايه، يعني مثلا مشوار ساعة ولا ساعة ونص وهيدخل هناك يعملها البي سي اي، خلاص نوديه المستشفى اللي فيها الفاسيليتي دي. اما بقى لو يعني هو المفروض ان احنا نعمله بي سي اي في خلال ساعتين من الاعراض ما ظهرت، او في خلال ساعتين من الكونتاكت، يعني من الميديكال كونتاكت، ف لو انا لقيت مستشفى جنبي قريبة مني في ساعة ولا ساعة ونص وحضرت الاسعاف وقدرت اوصله قبل ساعتين، تمام هنوصله البيشنت. يعني لو المستشفى دي تبعد عني اكتر من ساعتين، فانا هبدا ان انا ادي فايبرين ولاتك.
لو الفايبرينوليتك نجح وانا عملت اي سي جي ولقيت الاست سيجمنت اليفيشن خلاص رجعت تاني والاعراض اتحسنت، يبقى خلاص يبقى ده سكسسفول. هنعمل بعد كده انجيو بلس اور ماينس بي سي اي، فده بنسميه فاسيليتيتيف بي سي اي اللي هو حاجه ايه ادد. تمام، فانا استخدمت الفايبرينوليتك ونجح، بس بعد كده قدرت ان انا انقله مستشفى، ما يهمنيش بقى ساعتين اكتر مش مشكله، خلاص انا اتعاملت معاه بالفايبرينوليتك. تمام، طيب لو الفايبرينوليتك فشل اصلا، فهنحتاج في الحاله دي ان احنا برضو هننقله المستشفى فيها الفاسيليتي ان هي تعمل له بي سي اي، وهنعمل له ريسكيو بي سي اي لان هو اصلا فايبرينوليتك ثيرابي فشل من الاول. ففي النهايه خالص انا لازم انقله المكان بيعمل بي سي اي، سواء هو اصلا من الاول رايح لها، تمام، يبقى ده حظه حلو من الاول راح المستشفى دي، او راح الوحده الصحيه بس ما عندناش الفاسيليتيز دي، فانا فكرت ولقيت انه اقرب مستشفى ليا اقل من ساعتين فوديته ليها، لا فكرت ولقيت ان اقرب مستشفى ليا اكتر من ساعتين فاعطيته فايبرينوليتك ثيرابي وبعدين نقلته، سواء كان الفايبرينوليتك ثيرابي فشل او نجح، لان كده كده هنقله ومحتاج ان انا اعمل انجيوجرافي هشوف الثرومبس اتذوبت ولا لا والكوروناري لسه مسدود ولا لا. تمام، فهنا بيقول لي if patients presenting less than 2 hours يعني اقل من ساعتين after onset of pain time for first medical contact ال PCI should be less than 90 minutes. بمعنى انه انا لسه شارحين الموضوع ده، انه لو في مستشفى تبعد عني بقل من ساعتين لازم الطريق وتخليص ان انا اعمل اجهز له اسعاف وكده ان انا اوصله يكون في خلال 90 دقيقه بالظبط، يعني ساعه ونص. تمام، ونص ساعه تانية طبعا عمل ما يدخل المستشفى التانية ويتعمل له بي سي ار. لو مش كده هندي فايبرينوليتك ثيرابي. تمام، الريكومنديشنز احنا قلناها ان الاي سي جي لازم يتعمل في اقل من 10 دقائق. الكومبليكيشنز ممكن يحصل اريزميا، ليه؟ لان الفنتريكل في حته ميته فممكن يحصل فنتريكولار اريزميا، يحصل هارت بلوك، ممكن يحصل هارت فيلير، بالمونري ايديما، كارديك اريست، فنتريكل رابتشر، وبيريكارديال افيوجن. الاسكيميا دي هنا احنا شفنا الاي سي جي ده قبل كده، هنا في ايه؟ في اتنين شايفين في ليد اتنين في ايه؟ في ST segment elevation، وفي ليد تلاتة في ST segment elevation، وفي AVF في ST segment elevation، فدي معنى كده ان دي inferior MI في اتنين وتلاتة و AVF. تمام؟ طيب ودي برضه نفس الحكاية، هنا ده هنا في ايه؟ في واحد هنا في ST segment elevation شوية اهو، وفي AVL لو نزلنا تحت كده هنلاقي في ST segment elevation، وعند في 5 و6 برضو هنلاقي سي سيجمنت اليفيشن اهو باينه قوي هنا عند في 5 وباينه عند في 6، فدي بنسميها انترولاترال ام اي. ازاي تعرفوا انتيرير ولا انفيرير ولا لاترال ام اي؟ دي في التيتوريال بتاع الاي سي جي، لو ما شفتوش ارجعوا شوفوه تاني عشان مهم جدا. تمام، ودي هنا الاسكيميا قلناها لما يكون معانا الليفت بندل برانش بلوك اكونسيدر ان هي ستيمي انتل برو ستيمي على طول، يعني مش حاجات انتي بروف اذروايز هي خلاص ستيمي. تمام، يبقى ليفت باندر بريش بلوك معنى كده ان هي ايه ستيمي. تمام، ودي بريكارديتس هتشرح بالتفصيل الفيديو الجاي ان شاء الله. بس نعرف ان في البريكارديتس بيكون في ديفيوز اس تي سيجمنت اليفيشن، يعني في كل الاي سي جي هنلاقي في اس تي سيجمنت في كل الليد، فده ما ينفعش ان انا اشخصه بام اي. ليه؟ لان هو لو ام اي وكل الليدز بتاعته فيها اس تي سيجمنت الفيشن معنى كده ان الهارت كله بتاعه ميت، فهو جاي اللي عايش ازاي؟ لا، فدي بيريكارديتس. بيريكارديتس بتتميز بايه؟ يعني بيكون عندي ديفيوز اس تي سيجمنت اليفيشن في كل الليد والبي ار سيجمنت ديبريشن. تمام، ودي الاريزميا هنا كورس يعني irregular ventricular fibrillation، وده طبعا مش عايش ان ده في arrest، ودي مونومورفيك ventricular tachycardia دي regular. تمام، بس كده ان شاء الله الفيديو الجاي نتكلم عن النار كارديك كوزس عشان الفيديو ما يطولش مني. اتمنى ان اكون وصلت المعلومه بشكل بسيط يعني. واخيرا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.